بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم الآن إن شاء الله بإنجاز بعض التمارين التطبيقية حول لي فونكسيون، أي الدروس التي تطرقنا لها سابقا. أول تمرين خاص بنا يقول تنفيذ الدالة التي نعطيها بارامتر، هي التي تأخذ في البارامترين، تأخذ قيمتين وقيمة من كاركتر، والتي تعطينا النتيجة الخاصة بالعملية المطلوبة. مثلا يجب علينا أن نكتب برنامج رئيسي ينفذ لنا، يستعمل هذه الفونكسيون أي الدالة لينفذ لنا العملية الأربع سيغ دي نومبر، نعطيه سننفذ البرنامج لأنه سترون النتيجة. مثلا نعطيه رقمين وينفذ لنا على حسب الرقمين، ثم نعطيه رمز مثلا زائد أو ناقص أو قسمة وينفذ لنا العملية المطلوبة. عملية سبعة كما نعلم دائما. الدالة الخاصة بنا لن تعود لنا بأي قيمة، ويمكن أن تعود لنا بقيمة الأسهم، ويمكننا أن نشتغل داخلها مباشرة بدون أي ريتور لنسهل العمل عليها قليلا. أو ثم بعد ذلك سيدخل لنا الرقم الثاني، ثم بعد ذلك سيدخل لنا رمز العملية التي سنقوم بها. سيدخل لنا أحد الرموز التالية التي نلاحظها هنا. الآن نقوم بتعريف متغيرات لي فاريابل. لدينا المتغيرين أ و ب، كذلك لدينا المتغير أو كاركتر، وهو سي. ولا ننسى أن نستدعي مكتبة سترينج ثم بعد ذلك هنا سيكون على الشكل التالي. نلاحظ هنا قمنا، سيعطينا القيمة الأولى ثم القيمة الثانية، ثم من الأفضل الأول. بعد ذلك يمكننا استعمال إما سويتش أو إف. نحن سنستعمل العبارة الشرطية إف، و لماذا سنستعمل العبارة الشرطية إف؟ أو ما السبيل في ماذا سنعتمد القيام على هذه العمليات؟ أكيد سنعتمد على القيمة المدخلة التي سيدخلها المستخدم البرنامج، أي القيمة السي. سنقارن إذا كانت نجمة أي في، سنقوم بعملية الضرب بين الرقمين. إذا كانت زائد سنقوم بجمع الرقمين، إذا كانت ناقص نقوم بطرح الرقمين بعضهما البعض، وإذا كانت عملية القسمة سنقوم بعمل قسمة للرقمين بعدهما البعض. لذلك وبما أن لدينا هذا المتغير كاركتير، سنستعمل الدالة الخاصة بالمقارنة STRCMB، ونفتح القوسين الخاصين به لتأخذ بارامترين. أولا في الحالة الأولى إذا كانت لدينا عملية الضغط، والذي نقارنه هو سي اي، ونكتب تكتب هي على هذا الشكل تساوي صفر، اي اذا تحقق هذا الشرط، الدالة الخاصة بالمقارنة، المتغير الذي نريد مقارنته
والنص الذي نريده أو الكاركتر الذي به نريد المقارنات إذا كان يحتوي عليه متغير أو يساوي صفر، أي إذا تحقق الشرط. إذا تحقق الشرط سنكتب على سبيل المثال أو نحسب الضرب الخاص بالرقمين la multiplication et ثم نعطي A فوق B مباشرة، أو يمكننا إدراج متغير ونحسب به بعد ذلك، إدراج متغير العملية، ثم بعد ذلك نأتي إلى A. إذا لم يتحقق هذا الشرط سيتحقق لدينا شرط آخر، وهو سيكون على هذا الشكل STRCMP. إذا كانت نتجه إلى الشرط الثاني، إذا كان C يأخذ القيمة زائد، أي إذا أخذ القيمة زائد تساوي صفر، إذا تحقق الشرط سنطبع المجموع الخاص بالرقمين برينج F لا سوم دي دو نومبر أو لا سوم A سوم A، ثم نطبع A زائد ب مباشرة. بعد ذلك إذا لم يتحقق الشرط أو الشرط الثاني إلس إف إس تي آر سي إم بي من جديد، ندخل القيمة سي وندخل العملية التالية التي لدينا لو هي عملية الطرح. إذا تحقق هذا الشرط سيطبع لنا القيمة أو ناتج العملية، وهو تكون على الشكل التالي. نلاحظ هنا عندنا خطأ، هذا سوري، نكتب هنا برينج اف سوستراكسيون لي دو نومبري سوستراكسيون اي، اي عملية الناتج سيكون هو ا ناقص ب. كما تلاحظون هنا انه يمكن ان يكون نحن لم يطلب منا أن ننقص القيمة الكبرى من الصورة، بل فقط طلب منا عملية ناقص. كذلك ومثال بالنسبة للضرب، يجب أن تكون القيمة أي بي لأننا تخالف صفر. لن ننجز هذا الشرط الآن لأننا فقط ويمكننا إنجازه. إذا تحقق الشرط الأخير سيطبع لنا خارج قسمة العدد الأول على العدد الثاني la division نحن قمنا بعملية بالنسبة للأعداد الصحيحة. إذا لن نشتغل على الأعداد، أي لن نعطينا قيمة بالفاصلة لأننا ديكلاريناها على أنتي أي إنت، لن تعطينا القيم الضامنة. نلاحظ هنا أن الدالة الخاصة بنا قد اكتمل إنشاؤها، لم يتوقع علينا إلا استدعائها في البرنامج الرئيسي الخاص بنا. مثلا على سبيل المثال تستدعى على الشكل التالي فقط بدون أي بارامترات، ثم ننفذ البرنامج الخاص بنا. هنا نلاحظ أندخلوغ لا بخوميييغ لو بخوميييغ نومبر، مثلا نعطي القيمة 10، لو دوزيام نومبر قيمة 5، ثم نقوم بعملية القسمة على سبيل المثال. نلاحظ لا ديفيزيون اي دو، 10 مقسومة على 5 2. يمكننا إعادة المحاولة بالنسبة لباقي العمليات، مثلا 12 3 عملية عملية سوستراكسيون. كما نلاحظ 12 ناقص 3 9، إعادة المحاولة كذلك بالنسبة لباقي العمليتين. ندخل مثلا الرقم الأول 4، الرقم الثاني 2، ثم ننجز عملية ضرب على سبيل المثال لا ملتيبليكاسيون 8. لم تتبقى لنا إلا عملية الصوم أي الجمع. مثلا ننجز الضرب، نعطي القيمة 0 والقيمة 4،
ثم عملية الجمع للصوم إيقاع كما لاحظ ذلك. إلى هنا يكون برنامجنا أو تمريننا الأول قد انتهى. يمكننا الاتجاه لإنجاز باقي التمارين، مثلا ننشئ صفحة جديدة ثم نستدعي